لن نسلم إرادتنا ولا في صد من أرضنا ولا الأرض العربية. والله أنا اتخرجت في 15/11/1969 برتبة ملازم، تعينت قائد فصيلة مشاة في السرية الثالثة تبع الفرقة 23، كان قائدها اللواء حسين عدلي عبد اللطيف. صراحة فوجئت أول ما اتخرجت، فوجئت بشيء حلو وعظيم، يعني لقيت المقاتل محترف بمعنى الكلمة، مقاتل المصري، جندي المصري اللي الناس فاكرة إنه هو أي حاجة، يعني جندي المصري ده اللي حارب في 73 كان جندي عبارة المستوى الثقافي بتاعه بيبقى يا إما 8 يا إما 7 يا إما 6 يا إما 5 يا إما 4 يعني، أو حاجة زي كده يعني. فوجئت إن في محترفين. ليه بقى؟ الجندي المصري دوت تلاقيه مستبقي يعني إيه؟ عدى الخدمة العسكرية بتاعته وقاعد في الجيش، من يعني في جنود من 67 ما طلعوش، وجنود مؤهلات عليا ما طلعوش. ففوجئنا بمحترفين، مش جنود عاديين، لا محترفين قتال. انا كنت لسه ملازم واشتركت في مشروع الفرقه 23، كان حاضر الرئيس الراحل جمال عبد الناصر، وكان في الخطاط بقى عشان بيبقى فيه عبور وبتاع، يتعلموا الناس تتدرب على العبور. بعد كده اتنقلت على اللواء 25، ده تشكيل جديد اللواء 25 مدرع، مسكت برضو رحت فيه اللواء 25 مدرع، قعدت فيه لغاية الحرب 73. برضو كان التدريب راقي جدا، كنا مثلا العسكر كان كل أسبوع كان فيه رماية بالذخيرة الحية، يخلص تمارين الرماية الفردية، الرماية الفردية الراقية، يخش برماية، يخش على جماعة، مشروع جماعة بالذخيرة الحية، وبعدين فصيلة بالذخيرة الحية، سرية بالذخيرة الحية، وهكذا بيخش لغايه ما فترات التدريبيه بتتدرج بالترقي كده، وتبدا الفتره التدريبيه الثانيه نفس الشيء بيتعاقد وبتاع. علاوه على ان احنا كنا بنروح الفيوم عشان بحيره القارون هناك، كنا بننزل بالعربيات المدرعه والناس بتتعلم تضرب رمايه في بحيره قارون، على اساس ان مثلا تدريب على عبور قناه السويس وحاجه زي كده. الحقيقه يعني مش عايز اقول لك، الروح القتاليه اللي موجوده مع زملاتي ومع الجنود كلهم روح عالية جدا فوق ما تتخيل. عندهم مبدأ يقول لك عايزين، مبدأ عندهم هو عندهم عزيمة وعندهم هدف، ان هما لازم نصر او الشهادة، يا اما يموت شهيد يا اما يعيش منتصر منتعش بنشوة الانتصار. قبل رمضان كده بشهر يعني، كان ساعتها كان في شهر 5 أو 6 تقريبا، رحت قائد، كنت انا ساعتها اترقيت في 1/7 نقيب. رحنا بعد كده فرقه قاد السرايا مشاه في المعهد المشاه اللي هو في المازه، وبدا رمضان تقريبا ساعتها، ولقينا الفرقه بتاعتنا وقفت، روحوا للوحدات بتاعتكم تشكيلاتكم وروحوا لوحداتكم. ففوجئنا فعلا ان الناس كلها، انا ساعتها كنت قائد السريه الثالثه في الحرب، قائد السريه الثالثه اللي هو 25 مدرع، الكتيبه 269 اللي هو 25 مدرع مستقل. دخلنا يعني الناس كانت عندها استعداد، واما عرفت ان في حرب ما تعرفش
عارف لما يكون مثلا نشوه الفرحه الجميله مع الناس كلها، الناس كانت كلها فرحانه جدا، عشان كلها بالكامل فرحانين ان هم هيحاربوا. عشان احنا كوحده مشاه ميكانيكيه وتابع للواء المدرع، كان العبور على الكباري اللي عملتها المهندسين العسكريين، فعبرنا ودخلنا سينا، وكانت مش بسهوله يعني انك انت تخش كده يعني كده، لا كان في يعني حرب واشتباكات، لغايه ما احنا احتلينا ودعمنا. كان اللواء 130 اجزاء من اللواء 130 مشاه اسطول، نقطة كبريت القوية، دعمنا نقطة كبريت القوية هناك، وكانت حرب شرسة بقى. كان الطيران الإسرائيلي كان بيضرب، والدبابات الإسرائيلية كانت بتتقدم، لكن كنا صامدين لنهاية الحرب، وكنا متمسكين بنقطة كبريت القوية، ولغاية ما انتهت الحرب وحصل فصل القوات ووقف إطلاق النار. إن التاريخ العسكري سوف يتوقف طويلاً بالفحص والدرس أمام عملية يوم 6 أكتوبر سنة 73، حين تمكنت القوات المسلحة المصرية من اقتحام مانع قناة السويس الصعب، واجتياح خط بارليف المنيع، وإقامة رؤوس جسور لها على الضفة الشرقية من القناة، بعد أن أفقدت العدو توازنه كما قلت في 6 ساعات. ما فيش فرق بين الضابط والعسكري الأمانة، كانت روح واحدة، بناكل مع بعضينا، لأن احنا في مش مثلا في وحدة عسكرية مثلا ليها منشآتها أو بتاع، إحنا كنا في الجبال وفي الخنادق وفي الملاجئ، فكانت الروح كلها يعني ما تعرفش إن العسكري كان بيحب التدريب، عشان عارف إن التدريب دوت هو اللي هيوصله للنصر. فاكر كانت سعيدة وفرحانة، وما عندكش يعني زي ما الروح المعنوية بتاعتهم مرتفعة للغاية، لأن هم عايزين عندهم هدف وعايزين يحققوه. العسكري دوت ما عادش سنة، لا ده عسكري فاهم قوي قوي قوي، وفاهم يعني فاهم السلاح بتاعه كويس قوي، وحافظ السلاح بتاعه، وحافظ الموقع بتاعه، وعارف هو هيعمل إيه، لأن ما فيش يعني تلاقي مستبقيين، عساكر مستبقيين، وبعدين المستويات الثقافية عالية موجودة، فكانت تعاون مثمر وروح قتالية مرتفعة حققت، هي كانت ساعدت في تحقيق النصر. في زملاتي استشهدوا هناك، لأن كان قسوة الطيران، كان طيران كان شدد حيله علينا شوية في الخرائط قوية الجوية متتابعة من على النقطة، لأن النقطة ديت عندهم كانت مهمة جدا، والحمد لله إن احنا دفعنا بصمود وما سقطتش. طبعا تم أسر مجموعة من الإسرائيليين، وتم ترحيلهم للقيادات يعني. الناس كانت فرحانة وسعيدة لأن أول نصر لينا يتحقق في الحرب دي. من الحاجات اللي هي ساعدت في الانتصار إن القسوة بتاعت الهزيمة بتاعت 67 دي كانت باينة على الناس،
ومعاملتهم حتى كمان يعني الضابط او العسكري او المقاتل الموجود في الجيش ساعتها كان روح المعنويه ضعيفه جدا ومش قادر يعني يبص في عين حد ساعتها. انما بالامانه الشعب كان وقف مع الجيش وقفه كويسه وصمد مع الجيش وساعد الجيش ان هو الناس لدرجة ان الناس اللي كانت بتتجند كانت مبسوطة انها هتتجند وتخش تحارب عشان تاخد بطار. وانا داخل الحرب بقول للجنود والسرية بتاعتي قلت لهم اللي هيموت هيموت شهيد، اللي هيعيش هيعيش راسه مرفوعة وعنده نشوة النصر. فالاتنين حلوين، المقاتل المصري اللي حارب في 73 احسن، يعني هقول لك احسن مقاتل على مستوى العالم، مش هقول لك على مستوى الشرق الاوسط، لا على مستوى العالم. واجتياح خط بارليف المنيع واقامه رؤوس جسور لها على الضفه الشرقيه من القناه بعد ان افقدت العدو توازنه كما قلت في 6 ساعات.